الصراحة كي صعب التعليق في اللحظة هذه بعد اللي دوز صدمة، باقي حاليا ما قدرتش نتجاوز صدمة. قلت انه الفريق ديالنا اننا نحاول نجو نحضروا الوداع الاخير للشهيد الوطن وشهيد الانسانية رايان. صراحة الصوت ديالو مازال لحد الان ثنايا ما سمعي، ما قدرتش نتملك نفسي، دخلت في حالة ديال البكاء. ربما انتم تكونوا عارفين الحالة اللي كنمر بها انايا. صراحة واخا الطفل ريان عرفت هادية 3 ايام بعد سمعت الصوت ديالو وديك الانين وديك الصيغاتة اللي كانت عبارة عن بكاء. كنا نحاولوا نكونوا حنايا، لا حنا ولا المتطوعين الاولين اللي حاولوا نكونوا حنايا الامل الواحد اللي ربما نكون يكون رايان مازال معنا في الحياة، ولكن اقدار الله كانت اقوى والظروف كانت اقوى. ما قدر الله وما شاء فعل، وانا اليه وانا اليه راجعون. لو انك عاودتي قرك تقدر ترجع؟ لا لا، العملية كانت مستحيلة، لذلك تأت السلطات العمومية والقوات الأمنية أنها مستحيلة. فيك تكتب يعني مستحيل؟ يعني مش مسدودة الطريق أو الأكسجين تنفس؟ حاليا المعلومات كاملة راه كنظن المنابر الإعلامية كاملة وضحت عملية الإنقاذ كيفاش وضحت الخبر ديال الوفاة ديال الرياضة. لا لا صافي، ما سمح لي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.